دكتور ظافر علي، يعني كيف تقرأ أنت المشهد من الآن لغاية الانسحاب الأمريكي في ديسمبر المقبل؟ أنا أعتقد أنه سيشهد المزيد من التعقيد على المستوى الأمني والسياسي. إذا كانت الحكومة ماضية في إجراءاتها، وأنا أعتقد أنها كذلك ستكون، ربما يعني لديها خطة لإدخال البلد في أزمة، هي تستطيع من خلال الأحداث الأزموية أن تمرر الكثير من قراراتها وإجراءاتها القمعية والتعسفية. أنا أعتقد أنه إحنا باتجاه المزيد من التعقيد، إلا إذا وعت الحكومة الدرس جيدا أنه رد فعل الناس لن يكون بسيطا وسهلا، أنه الناس لن يستسلموا لسياسة الإذلال التي يمكن أن يتعرضون لها، وبأنهم ينتفضون لكرامتهم، وبالتالي على الحكومة أن تكون أكثر رجدا وأكثر عقلانية، وأن تحتكم إلى صوت على الأقل المصالحة الوطنية، وهو الموضوع الذي لطالما تحدثنا عنه. أيضا بالمقابل، ونحن نستعد لخروج الاحتلال الأمريكي، والبعض يتحدث عن خروج الاحتلال الأمريكي بنبرة فرحة، أنا أعتقد أنه بنفس الوقت ينبغي أن نعد أنفسنا إلى أن هنالك احتلال إيراني موجود اليوم على الأرض العراقية، وربما سيبدأ يغرق في الأراضي العراقية، في المشهد السياسي العراقي. ربما حتى اليوم التصريحات التي سمعناها من البعض عند زيارة صالح وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد، وكأنه يعني قدموا أوامر بحيث تحدث مسؤول في الحكومة العراقية حول غلق معسكر أشرف وسوى، وكأنه امتثال لإرادة حكومة طهران. أنا أعتقد أنه مع نهاية الاحتلال الإيراني ربما سيكون المشهد الأكثر وضوحا هو ظهور الاحتلال مع نهاية الاحتلال الأمريكي، ظهور الاحتلال الإيراني. ولذلك أنا أقول أنه على القوى الوطنية أن تعد أنفسها جيدا، سواء كان من الناحية السياسية أو حتى في الاستعداد للانتخابات القادمة، في أن عليها أن تكون حائلا دون عودة العنف الطائفي من جديد، أو دون خضوع سقوط العراق ضحية الاحتلال الإيراني مجددا. السيد ظافر العاني، رئيس لجنة الإسناد في القائمة العراقية، كان معنا عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك.